مساء الخير. الطبيعة فيها الأنهار والينابيع، والينبوع الحار بيختلف عن الينبوع العادي بمياهه السخنة وغناه بالمعادن بسبب وجوده قرب البراكين. كل ما زاد عمق الينبوع زادت سخونة المياه، أما الطقس خلال الأيام المقبلة فمتقلب نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط، ولبكرة بلبنان غائم بسحب مرتفعة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة بيعكار 7، طرابلس 17، جبال 17، برمينا 16، بيروت 18، بيت الدين 9، صيدا 17. مننتقل من بعدها إلى بنت جبال 12، نبطية 12، راشية 12 درجة، وبعلبك 9، الأرز 4، والهرمل 12 درجة. أما رطوبة فبتتراوح بين 35 وال 65%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 وال 35 كيلومتر بالساعة، ورياح عم بتكون جنوبية غربية ناشطة نهارا وبتشتد لتوصل لل 45 كيلومتر بالساعة. أما كيف رح يكون طقس اليومين القادمين منشوف أنا وياكم. لليلة 10 نهار الجمعة بتتراوح بين 9 و 17 درجة، والطقس عم بيكون غائم كليا، والسبت بين 8 و 17. أما هلأ رح نبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنروح نحن وياكم إلى عمان 12، دمشق 7، القدس 13، صنعاء 17. مننتقل من بعدها إلى الجزائر يلي عم بتسجل 16، تونس 12، طرابلس 14، وأخيرا باريس درجة برلين 5 تحت الصفر. هيدا كان كل شي. باي.